برحب فيكم مشاهدينا ومستمعينا من وين ما كنتوا عم بتشوفونا او عم تسمعونا حلقه انترفيو لليوم منطلع عليكم فيها عبر هواء صوت لبنان وبالصوت وصوره عبر فيديو دوت ام اي والابلكيشن وجميع صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي بها الحلقه ضيفنا البروفيسور محمد الحاج عميد كليه الفنون الجميله والعماره الاسبق والامين العام السابق لجمعيه كليه الفنون في الجامعه العربيه ومؤسس ملتقى كليات ومدارس واقسام العماره في الجامعه العربيه واستاذ ماده التنظيم المدني سنه من سنه 1990 وحتى سن التقاعد اهلا وسهلا فيك دكتور شكرا لك شكرا على الاستضافه اهلا وسهلا أهلا فيك. فيك انت معنا اليوم طبعا لا نحكي كثير مواضيع ولكن موضوعنا الاساسي هو اسبوع العماره العربي الرابع أه بدي احكي انا وياك بدك تفسر لنا حضرتك أه ليش أه اسبوع العماره العربي أه شو الهدف منه و... ولوين بنوصل من خلاله؟ بدايه شكرا كثير بالتاكيد على انكم هيك التفتوا الى هالموضوع نعم لاني قلت الاعلام يمكن ما بشوف اهميه مثل هذه الاعلانات اللي ممكن عم تنتشر يعني موضوع موضوع العمارة موضوع يعني هو موضوع حيوي بالعام آه والمفترض آه يكون يعني من ضمن عاديات حياتنا اليومية م. يعني تشكلات الوعي الإنساني بالعام آه يمكن تكون يعني آه عم تتحدث من خلال علاقته وتفاعله مع كل مكونات ومفردات اللي بيعيش فيها يعني نمط الحياة عم تفرض العمارة بنهاية النطاط بطريقة مباشرة مش بطريقة غير مباشرة لذلك يعني مع, هال... مع الأسف التطورات التقنيات الكبيرة تراكمت الإشكاليات بالعمارة إن كان ممارسة أو تعليما أو فكرا أو فلسفة في يعني اخواننا السعوديين اسسوا منصه منذ سنوات منصه الكترونيه نعم أه وفعليا قدرت خلال هالسنوات تقدر تعمل تواصل الى حد شكل من التفاعل الدائم نعم. مع كثير من يعني المواضيع المطروحه نعم. للعماره ان كان محليا عندهم او على الصعيد العربي نعم. وعم تجري انه سنويا تعمل اسبوع العماره نعم. والسنه هذه كان السنة يعني الرابعة السنة الرابعة الس... المؤتمر الندوة الرابعة ومجموعة كبيرة من المعماريين العرب مشاركين فيه نعم وحبوا السنة يضيفوا يعني نوع من ال... نوع من الحوار والنقاش مم. حول المواضيع اللي راح تقترح بالندوة فعملوا طاولة مستديرة استضافوا فيها مجموعة من المعماريين ومن الأكاديميين ومن الأساتذة والمهتمين بالعمران وشكرا لهم انهم يعني آه يعني استدعونا أو, نعم. او دعونا لهذا اللقاء طيب برايك آه بروفيسور شو الهدف من هال الاهداف كثير متنوعه وكثيره يعني بخلاصه النقاش الحاصل خلال السنوات الاخيره يعني عم نواجه حقيقه يعني حقيقه فقدان العماره يمكن ايامها الانسانيه الاجتماعيه مم. يعني التطورات التقنيه وقدره الراي الاستهلاكي وال 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 يعني العماره اللي بكل المكان وبأي مكان صارت طاغيه بالتاكيد على كل ال... يعني ال... الاهتمامات ان صح التعبير مع الأسف الشديد حتى الأكاديمية حتى تعليم العمارة يعني انزلق إلى مستويات الرعاية الاستهلاكية نتيجة متطلبات السوق لأن احتياجات اليوم الظاهر مختلفة شوية عن ما قدرت شكلته العمارة بتاريخيتها من يعني من من, من ارساءات حقيقيه ثقافيه وكانت ال كانت يعني دلاله لمحدده مم. على ازدهار وتطور وتقدم ان كان الناس ولا المجتمعات طبعا طبعا فبالتالي العماره اليوم عم بتواجه اسئله مصيريه والندوات الحواريه يعني رح تتناول هذا الموضوع انه المعاصره اليوم بالعماره قدرت فعليا تقدر تامن تلبيه الاحتياجات مم. التقنيه والتطورات اللي حدثت يمكن عنا كلنا مم. انما احنا مفرد... مفترض نعرف كيف نبني علاقة حقيقية وقية بالتعامل معها دون أنه تقدر يعني تسلعنا م. يعني تخلينا السلعة عم بتبيعنا وتشترينا بأسواق مع الأسف الشديد الربح السريع اللي يعني قدش في الواحد يستثمر يعني اليوم عم بتوجه العمارة معضلة حقيقية علّه الندوات الفكرية والعلمية. بمختلف أنواعها بمختلف انواعها بمختلف انواعها شديد. طيب دكتور رح احكي رح ارجع احكي عن تطورها بس هيك بال... بهذا القسم بدي احكي عن كيف مقسمه هالمحاضرات مين الاعضاء شو المواضيع المطلوبه اه هلا التفاصيل هون يمكن انا ما ما, ما عندي كلهم وانما في محاور في اربع محاور ايام محاور اساسيه وفي صحيح. الاعلان محتوث. صحيح المواضيع يعني اللي عم فعليا ان كان العماره كممارسه او العماره كتعليم يعني مقسم القصه بهالمحاور ومن كل البلدان العربيه يعني اعداد كتير كبيره مشتركين يوميا يعني خلال الاسبوع الجاي هو 7 8 شهر يفتتح الى حين عقد طاوله الحوار 13 اللي ممكن يعني تقدر تلخص النقاش اللي حدث خلال أربعة أيام من إني أشرح الأمر المعسكر. دكتور إذا حدا بحب يشارك بهالندوات كيف بيقدر يشارك؟ أونلاين أونلاين موجود آه، العنوان هن لايف أونلاين لايف أونلاين اه أوكي خلال أربعة أيام نعم نعم دكتور بدي أحكي شوي عن بي بقلب هالمحاضرات لفتتني عناوين وهو البعض منا الذكاء الاصطناعي بفن العمارة الذكاء البيئي إذا فينا نقول بالتصميم المعماري المشاريع المستدامة يعني هون المواضيع بتجير التطور اللي نحن عايشين فيه اه كيف برايك وحضرتك مهندس كيف برايك قدروا اه يعني يدخلوا الذكاء الاصطناعي بفن العماره والى اي مدى اه ممكن يساهم بتطور هذا الفن يعني انا والمحافظه عليه بنفس الوقت تطرقت الى التحديات الكثير كبيره اللي عم العمار العماره بظل التطور التقني نعم والتطور التقني بتعرفي يعني اليوم آآ آآ وصل للمحلات بيمكن ما عادش بحاجه آآ آآ للانسان المنتج خليني اعتبر يعني بنهايه المطاف يعني وقت ما عم نحكي عن العماره الذكيه يعني هون ال الاستهداف الاساسي من ال يعني من اللي عم بيفكروا بخلق البيئات الافضل لتسهل يعني وظيفة العمارة الأساسية تسهل لك عيشك إن كان ببيتك ولا ببيتك صحيح. ولا بالأنسجة العمرانية القائمة يعني الذكاء الاصطناعي عم بيحاول بشكل أو بآخر يعني يأخذ يأخذ كل هذا الإرث المحطوط ويعطيه تشكلاته تحت مسميات متنوعة <applause> الـ يعني الـ الـ اليوم اللي عم نشوفه بالعمارة بكل العالم يعني الأشكال اللي بكل التفاصيل تركيبات يعني هميونية ويمكن تفوق اعتبارات وقدرة البشري أنه يقدر يتصورها بدأوا فيها من التسعينات بعض المعماريين إنما يعني إحنا معنيين فعليا نستفيد من الذكاء الصناعية نستفيد من هذه التجربه الكثير جديه اللي كتير وكتير واللي بيمكن تسهل كثير من الجهود الفكريه والعمليه انما الى حدود الحفاظ بالفعل على المكنون البشري الانساني اللي المفترض بشكل او باخر بها النقاش حول الـ حول التقنيات وكيفيه الاستخدام هو انه نقدر بشكل او باخر انسنتن <applause> ما ما نخليهم يعني بشكل او باخر هن الاساس دائما البحث عن الانسان المستفيد من هذه المكونات ولا المفردات اللي عم يخترعوها وبالتالي مدننا اليوم اللي عم بتعاني وبنعرف احنا معاناتنا بكل البلدان العربيه مع الاسف الشديد يعني وصل الى المحل اللي ممكن تقدر تطمس فيه ذاكرتنا الجماعيه <applause> يعني فكره تلاقينا الحقيقي بمجتمع ما يعني البعد المجتمعي بالذكاء الاصطناعي يمكن ما يكونش موجود نتيجه فعل التسريع والتسليع <applause> انما المعماري بيمكن تكون مهمته ولو صعبة هذا, هذا هذه التقنية كيف بخليها بشكل أو بآخر بضوء الاستخدامات اللي أقدر فيها في الاحتياجات المجتمعية نعم التحدي ولو فعل يعني فعل تناقضي ما رح نواجهه بالجاية يعني أجيال المستقبل راح تواجهون حقيقة معضلة كتير كبيرة اليوم يعني ما بدي ما راح أدخل بالنماذج إنما خلينا نشوف يعني يعني في المدن صارت طاردة للناس يعني صح. بيروتنا اليوم إحنا ما عادش في إمكانية العيش فيها مش بس بيروت ومدن كتير عنا بمنطقتنا يعني كيف ممكن أقدر استفيد من التقنية لحتى نقدر نساعد الدور وكيف يمكن خلق دور. توازن بين الاثنين؟ بل مش قصة توازن اكثر ما هن 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 يعني ممزوجين بالبعض هن مش اثنين هن فكره ب... يعني ب... بدل ما تكون على حدة ز... الذكاء وال... 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 والنانو تكنولوجي والمبارش وال... البيئي وال... والتصميم هودي أنا بدي أدخلهم بإطار محدد أقدر أخلق فيه فعل مؤثر مباشر أكيد على تشكل الوعي الذي يضل يحافظ فيه على البعد الانساني بسلوكيته العامه يعني ما تطلعش مفردات العماره بالانسجه العمرانيه آه عم تعزل اكتر م. بدها نقدر نستخدمها حتى تعطي تعطي المساحه للتفاعل اكثر الاجتماعي، يعني بدون الاجتماع الانساني ما في معنى للمدينه، يعني هي من شوها اجت نتيجه تكاتف وجهود مشتركه تعايشوا فيها وخلقوها للمدينه، احنا دمرناها خلال هالفترة الأخيرة مع الأسف الشديد صحيح صحيح يعني هيدا الموضوع صار بيشغلنا بالنا نحنا كمواطنين منفكر فيه حتى لو كنا بعيد كل البعد عن الهندسة ولكن عايشين بهيدا المدينة عايشين بتطورها من ميلة ومن ميلة تانية منشوف قد نحن صار في ضغط سكاني اذا فينا نقول صار في يعني حتى بطريقه الانماء بطلنا عم نعرف نعمل الانماء بشكل صحيح بدي احكي انا وياك شوي عن اللقاء العمراني آه. اللي أنت أوكي. عضو مؤسس آه خبرني عن اللقاء العمراني لا شوه. هي يعني المشتركين مبدئيا بطاوله الحوار اللي نا. رح تصير يعني آه. جزء اساسي منهم من اعضاء الهيئه التاسيسيه للقاء العمراني اللقاء العمراني يعني هو صرخه كتير جديه وكتير كبيره م. يعني من 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 بغداد ومن عمان ومن دمشق ومن القدس ومن بيروت مبدئيا يعني في عنا عطان هيك معاذ الدوسي في عنا راسم بدران يعني ضمنا بشكل او باخر توافقنا على اهميه التلاقي والتقينا آه هذا الموضوع اللي عم بحكيه هو يعني هو يمكن المضمون الاساسي للورقة التاسيسيه للقاء العمراني كيفيه مواجهه مواجهه التحديات اللي عم تبعد العماره والعمران والمدن عن الادوار اللي المفترض تكون حتساهم بتطوير المجتمع العام. <applause> يعني في محاوله لاسترداد فعل الارث الثقافي المديني <applause> حتى يكون من ضمن التطور التقني الحاصل. <applause> انا بتقديري باختصار كثير كثير يعني اللقاء العمراني هو من هاللقاءات العربيه المفتوحه اللي يعني عم بيقول ممكن نقدر نساهم بمكان ما بانه نفعل بالممارسه اللي نوجهها بالتاثير المباشر لخدمه قضايا المجتمع واحد واثنين لحتى نقدر نسير قضايا تعليم العمارة يلي هو اليوم أحد الإشكاليات يعني الإشكاليات اللي ت... بأي كتير. طريقة رح تقدروا توصلوا أو توصلوا هذه الفكرة هل عنا يعني هل ب وعشرين شهر نعم. المؤتمر الأول نعم. بنقابة المهندسين ببيروت أه حلو. والمواضيع المقترحه عليه ومشاركه كتير جديه رح تكون من يعني من من بعض المثقفين نعم. وعلماء الاجتماع والسياسيين طبعا. مش من المهندسين. اها لانه احنا وقت ما كنا عم ناسس اللقاء كنا عم نتطلع الى الشرائح اللي ممكن تكون مؤثره على اعاده تفعيل الدور الثقافي للعمارة والمدينة نعم. يعني مش مشارك مجموعة من المفكرين ب ب ب لمدة بيوم ال 24 شهر هذا جهلها يعني, يعني بعد اسبوع زمان يعني يعني مش عم بعمل دعايه انما لا اكيد بعد 20 وطر... يوم على الاقل <applause> صدفه طارق بيت يعني هذا آه اللقاء الاول يعني احنا لسنا يمكن متاسسين نا. بس قبل التاسيس كان في حوارات لمده سنه سنتين طبعا سنة. لحتى تحطوا الاسس الاساسيه المستهدفات الاساسيه اللي ممكن نكون قادرين عليها بالاخص يعني بالمدن اللي احنا ممكن نقدر نشتغل فيها وهي مدن بامس الحاجه للحوار والنقاش خلال المرحله طبعا ده. طب هذا الموضوع يعني رح مقررين مثلا تبرموا فيه على الكليات كليات الهندسه على المهندسين طبيعي. مقررين تعملوا ندوات توعوية بهذا الإطار يعني هذه الندوة رح تعكس بمضمونها طبيعة الكونتاكت اللي عم بيصير مبدئياً اللقاء العمراني مع كتير من كليات العماره بالبلدان ومع اساتذه العماره والمؤسسين هم احد يعني احد يعني الاساتذه الاساتذه المؤثرين بتعليم العماره خليني اعتبر كلهم اكاديميين تقريبا يعني شويه ممارسين يعني عم عم نحاول بشكل او باخر نرسي يمكن مره جديده مفاهيم معاصره لإمكانية إمكانية إدخال الإرث كأحد يعني الاستخدامات الأساسية مم. للتصاميم ولا 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 وتخطيط المدن يعني العمران العمران ما يعني ما ممكن يكون إلا البيئة اللي عم بتوفر <سوكين> الحياة الكريمة للبني آدم صحيح هذا هو باختصار اللي حاول يعني مرة جديدة نسترده بنقاشاتنا وبكل أنشطتنا الجاية نعم في نقطه كمان كثير مهمه دكتور اذا بتسمح وهي عم نسمع كثير كمان عن مباني اثريه عم بيتم يعني اذا فينا نقول هدمه سرقه يعني الحجاره مقابل. سرقه مقابل. يعني اذا بهذا الموضوع قديش عم تشتغلوا لانه احنا بحاجه لعمل على هذا الموضوع اساسا هو موضوع مستمر الشغل فيه منذ ما يعني خلصنا من الحرب يعني الأعمال. لا ما ادخل بالتفاصيل انما هذا يمكن يكون من اكثر المواضيع خطوره وحساسيه وتفجير بيروت هذيك اليوم وما صار بمدينتنا يعني المجروحه اكبر دليل انه مره جديده اثارت كيفيه العلاقه مع الارث التاريخي بالمدن مدينة وقت ما تفقد بعدها التاريخي معناتها فقدت أصلتها طبعا ما عادش معروفة هذه لمين. وبالتالي هذا الإرث يعني الذاكرة، يعني ثقافة هذا المجتمع. صحيح. وبالتالي إذا ما اطلعنا إلى التراث المديني والمعماري من وجهة نظر التكوين المجتمعي العام، مم. أنا بتقديري بنكون يعني عم نغرق بسوق, بسوق الرأي العقاري. المبنى التراثي مش يعني هو الحجر ولا الحجر الجميل ولا الأناطر الحلوه هو 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 هذا هو هذا التشكل الثقافي بالنسيج المدينه يعني احنا بنطلع الى الاحياء التراثيه كاحد المكونات اللي ممكن تعطي الدلالات الدلالات الوجوديه للمدينه بدونها انا بتصوري في هناك نوع من يعني من يعني من الانزلاق الى المتاهات الغير المحدده لا. بمعنى الاستخدام الوظيفي للعماره <applause> التراث هو الجزء اللي باللقاء العمراني الاساس بارساءات فكره استعادته حتى يكون بشكل مره جديده لـ 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 المعنى ان كان للتصميم المعماري او ان كان للمنهج الاكاديمي يعني هذا الهدف الاساس بفهم من حديثك لكن لقاء العمراني المؤتمر الاول له راح يكون ب 24 تشرين م... المؤتمر العلمي الاول المؤتمر العلمي الاول الاول ب 24 تشرين الاول م. ولكن راح تتحركوا على مدار السنوات يمكن والسنوات إذا لحتى اذا عشنا وقدرنا بالتاكيد باذن الله اكيد <applause> لحتى تكونوا عم بتثبتوا كل افكاركم ويعني اعاده اذا فينا نقول الاهميه لهذا الفن الجميل يلي نحن لو ما هو مانا قاعدين هلا هون صحيح؟ بالتأكيد. بتحب تضيف شيء دكتور محمد؟ انا يعني فعليا شكرا كثير ستيس على اهتمامك هذا مواضيع يعني الموضوع يمكن يشكل من حيث يعني لا ينتبه او الكثير من الاعلام انما اذا احنا عم نطلع الى معضلاتنا الحاليه مم. موضوع العمران هو يمكن من اكثر المواضيع ممكن تكون بحاجه لالتفاتها لانه بدون الاتفاق على يعني على الانسجه اللي بدنا نعيش فيها ما راح نضل عايشين كل واحد يعني بظروفه بي عم بيعمل اللي بيناسبه صح التعبير العمران هو اللي ممكن يوفر الطلاق الحقيقي المجتمعي لمختلف التلوينات اذا بديش انزل للتفاصيل انما كل المدن اللي قدرت فعليا تحافظ على مسار تطورها الارتقائي اعتقد قدرت حافظت على يعني ميزاتها وجماليتها نعم. والمدن اللي مع الأسف ما احترمت و و و و وتجارت بإرثها الثقافي فقدت يمكن أدوارها حتى اللي هن متصورين الريعيه يعني صح التعبير، نعم. شكرا كثير لكم ولصوت لبنان اللي سمح المجال لالقاء الضوء على هيك يعني فكره اقل شيء دكتور لانه عم تشتغلوا لنحافظ على ارثنا الثقافي والوطني والعمراني، شكرا كثير لك شكرا لكل المشاركين وشكرا لوجودك معنا بدي أشكركم مشاهدينا ومستمعينا فقراتنا كثيره خليكم معنا دائما عبر صوت لبنان